يكون عم ياخذوا ترخيص من وزارة الصحة، ووزارة الصحة هي بدها تقول لهم كيف لازم يكون الكونديسيون ايجينيك تبعت المؤسسة تبعيتهم. نعم. بس اليوم عندهم دكتور بوزارة سناء الصحة. نعم اليوم دكتور سناء كل اصحاب المؤسسات عم بيقولوا انه في عينات مطابقه وفي عينات غير مطابقه، بس نحن ما بنعرف شو الشروط المرعيه، شو الخطوات اللي لازم نعتمدها حتى تكون في حال اخذت العينات مره ثانيه تكون مطابقه. يعني هل هالامور تتامن في حال وجود هيئه لسلامه الغذاء، قانون سلامه الغذاء، ام شو؟ هلا شروط انه يكون ياخذ عينه ويطلع فيها مره ومره ما يطلع فيها، بده يكون شغله لها علاقه بالكونديسيون ايجينيك تبعت المؤسسه اللي هو عم يشتغل فيها، المصنع، السوبر ماركت، اللي بدك اياه، او ممكن يكون المنتج جاي من الاصل من عند حدا يعني شاريته السوبر ماركت، يكون هو اوفرلودد بالبكتيريا يعني، وشو يعني اذا ما عم يفحصوا عم يعمل كنترول كاليتي ومنه متاكد من المصدر اللي عم بجيب منه المنتج، اكيد رح يطلع عنده بالمختبر مشاكل. يعني هلا القانون ما بيقول لك بالتفصيل انه كيف لازم، القانون بيبقى كتير جنرال ومن وراء بنعمل مراسيم تطبيقية. نعم. وبعدين بنعمل قرارات بتتاخد ولازم يكون الكل على اطلاع عليها، يعني السوبر ماركت والمصانع. ما بيقدر الواحد يشتغل بمادة غذائية ويقول أنا ما بعرف، التيست بتجي الوزارة بتعمل عليه كبسة وبعدين بتعطيه إنذار، أول مرة بحسن، ثاني مرة بحسن، وهذا اللي قاله الوزير الصحة وائل أبو فاعور إنه عطيه كذا مرة إنذارات وبعدين صار في تشهير وكذا. هلا موضوع التشهير موضوع تاني. هلا بالنسبة لهيئة سلامة الغذاء، هيئة سلامة الغذاء هي رح ينشأ القانون يعني، وفي مشكلة عليها وين رح تكون، تحت أي هيئة بلبنان، يعني تحت رئاسة مجلس الوزراء ولا تحت الوزارات، وفي مشاكل إنه هي بتاخذ تضارب في الصلاحيات بين الوزارات المعنية. صحيح، بتاخذ صلاحيات من الوزارات، بس هي ما يعني بالنهاية ما يعني إذا هو المصنع ما كان عم ينتج بشكل نظيف وجيد كمان بده يطلع عنده بكتيريا حتى لو كان في هيئة. هي الهيئة طلعت بس حتى تقيم المخاطر أكثر ما هي إنه تكون إدارية، إدارة المخاطر. نحن في عنا شيء اسمه تحليل المخاطر يلي بتضمن إدارة مخاطر، تقييم المخاطر والإبلاغ عن المخاطر. الهيئة هي شكلت بالعالم كله لتقيم المخاطر لتعمل ريسك أسسمنت. الإدارة بوضع مثل لبنان، إدارة المخاطر هي للوزارات المعنية، للصحة وزراعة واقتصاد وصناعة. ف يعني هي بتقول لك شو في خطر عم بيصير وعلى الإدارة هي اللي رح ارجع لعندك دكتور سناء، بس بدي انتقل لعندك دكتور حسين الحسن. حضرتك اعتبرت انه اللي عمله الوزير وائل ابو فاعور، سميتها على ستاتوس على الفيسبوك عندك انه بخصوص الهمروج اللي سببه وزير الصحة، انه يمكن كان فينا نستعيد عنا باسلوب اخر، وقد تكون وجهة نظرك قريبة لوجهة نظر اصحاب المؤسسات. وحضرتك حكيت عن كمان مثل ما حكي السيد حمود انه في موظفين في هذه المؤسسات راح ينخرب بيوتهم، بس على المنحى الاخر المقلب الاخر في ناس كانوا ممكن حيموتوا. هل عندك ملاحظات على نقل العينات، طريقة تخزينها وطريقة وصولها الى المختبر، خصوصا انه امبارح كان في رد مباشر من قبل الوزير بالفنار؟ تفضل. استاذ قاسم، من دون شك انه الخطوه ايجابيه، لانه عملت صدمه ايجابيه عند الراي العام اللبناني وخلته يتساءل ويرجع ينفتح موضوع السلامه الغذائيه. بس اسمح لي اسال بس سؤال للحاج، اللحمه اللي عنده قبل ما يقطعها لذبيحها من وين بجيبها؟ نحن في عنا مسلخ بنذبح الذبيحه هونيك، موجوده هونيك، وبيشرف عليها طبيب بيطري، هذا الطبيب بيطري هو بيشهد عليها وبيختم لنا اياها للحمه قبل ما نحن نجيبها على السوبر ماركت. هل المسلخ هو مسلخ بيروت؟ لا، مش بمسلخ بيروت، مسلخ داخل شويفات. طيب، يعني انا اللي عم اقوله هيدا، ليه عم بسالك هالسؤال؟ لانه نحن بس عم نيجي ناخذ عينه من السوبر ماركت، مزبوط طلع فيها تلوث، بس ليش لمنا السوبر ماركت؟ ليش ما لمنا المسلخ؟ يعني نحن بالنهايه لقينا المشكله، وما حدا عم بيقول المشكله مش موجوده، اكيد المشكله موجوده، بس ليش عم نحصر الاتهامات باصحاب المؤسسات؟ من الاساس هذا الموضوع كان فيك تقوله دكتور حسين باول مؤتمر عمله الوزير، بس كذا مؤتمر حكي عن المزارع، حكي عن المسالخ، وقال انه نحن رايحين بخطوه تسكير المسالخ، يعني ما حط انه بعد مش حاصرها بس باصحاب المؤسسات كمطاعم. بس انا اللي عم حاول اقوله
انه لما بدك تتعاطى مع موضوع السلامة الغذائية هي from farm to fork، يعني بدك تحكي الموضوع بكل جوانبه، يعني طيب. مزبوطة مزبوطة انه في في مشاكل بالمؤسسات، هيدي قصة قديمة بنعرفها، بس هي نحن شو الخطوات اللي لازم تتخذ قبل ما نوصل لنكتشف التلوث بالمؤسسات. طب انت كان عندك ملاحظات دكتور حسين على المفتشين الغذائيين، بتقول انه هني ما بيملكوا الخبرة العلمية للتعاطي بموضوع الغذاء، حكيت على اي اساس تم اختيار المؤسسات لاخذ العينات منها؟ هل علامات الاستفهام عم تطرح حضرتك؟ ليه؟ لقلك ليه، لانه انا بشتغل غير بحكم شغل الاكاديمي بالالايو، كمان عندي زيارات لمعامل غذائية منساعدهم على تطبيق نظم السلامة الغذائية مثل الايزو والهاسب، وانا صارت على معي تجربة شخصية من حوالي شهرين بمعمل بالبقاع، كان المفتش عم ياخد عينات الجبنة من دون طقية، من دون ما يغطي شعره، من دون ما يلبس كفوف، اخذ كل العينات بكيس واحد من دون براد. هيك صار عندكم؟ وأنا إذا هلأ إذا عم يسمعوني حدا بوزارة الزراعة فيهم يتواصلوا معي وبقول لهم مين هو هيدا المفتش مع اسمه، فبالتالي أنا هيدا بس خوفي، لأنه نحن بس منقول لما منطلع أي نتائج بس كثير مهم، بس هيدي حالة يعني بس عارف عند المراقبين الصحيين اللي موجودين بقلب وزارة الصحة، هن مراقبين متخصصين يعني هن عاملين اختصاص رقابة، بس مش كلهم، لا بس عم نحكي ما فينا نعمل، انت بتقولي عنهم متخصص، في كثير ناس عم بيقولوا ما عندهم خبرات علميه وما عندهم تخصص، كانوا عم ياخذوا شو اسمه البراد، وكانت هلا اليوم بس الكولر اللي كان معهم دكتور، الكولر اللي كان معهم شو بيثبت لي انه درجه حراره الكولر هي نفس درجه حراره البراد؟ نحن بنعرف انه في ما لو تغير يعني درجه الحراره بين السرعه والسرعه. تفضل دكتور حسين. اكيد نحن ما عم نشكك بجداره المفتشين، بس كمان لازم نعترف انه في مفتشين منهم مؤهلين، وانا عم بشكك، نحن عم نعطي ملاحظات لانه 100%. كمان في ناس بحق إلا يكون عندها يعني بعض العلامات الاستفهام حول اداء المفتشين والمراقبين. ولزد لك على هالشيء اللي قلته، اخذ هيدا المفتش العينات من شتورة بكيس، قلت له عوين اخذهم؟ قال لي على الفنار من دون براد. وبرجع بقول لك ما عم اقول لك هيدي حدا خبرني اياها، هيدي قصه صارت معي وشفتها، فانا بس بدي اقوله. بس انت اليوم اللي عم تقوله دكتور حسين هو يعني هو بيساوي الابلاغ بما معناه، لانه اخبار، لانه وزير الصحه لما طلع بالفنار حكي غير معطيات ما انت عم تحكي فيها، حكي عن طرق علميه، حكي كيف بيكون في ستاندر عالمي درجات الحراره، كيف يتم اخذ العينات، ونفى اللي كانوا عم بيقولوه اصحاب المؤسسات انه بكيس النيل وبالسياره وبيعملوا جولتهم بيرجعوا بيجوا على الفنار. أنا بس الوزير قال كمان صحيح. عفوا الوزير قال انه في مفتشين مش عم يقوموا بواجباتهم المهنيه على ما يجب، وين ما كان في منيح وفي مش بالضبط، هيدا اللي نحن عم نقوله، انه ما بدنا نلغي كفاءه المفتشين الموجودين، بس كمان بدنا نعترف انه في بعض المفتشين في علامات استفهام على أدائهم، وغير هيك نحن طرق أخذ العينات هيدي لازم ننتبه لها. يعني أنا بس بدي أعمل أي دراسة علمية ما فيني روح أخذ العينة مرة واحدة، دايما بدي يكون في عنا شيء اسمه reproducibility of results، يعني أنا بدي أجيب كذا عينة على كذا نهار وأفحصها. يعني طيب. بمعنى تاني ما فينا نساوي كل المؤسسات بيزد على عينة واحدة، اللي صار سورفي اللي عم تقلك مسح للواقع الغذائي، ما صار في بحث علمي، مثل كأنه دراسة ميدانية للواقع، أخذوا إشانتيون راندوملي يعني بطريقة عشوائية ليشوفوا شو الواقع تبع سلامة الغذاء، منا دراسة، لو دراسة بتتطور. خلينا توقف عند هالنقطة، بدي انتقل دكتور حسين ومشاهدينا معدوفة لربورتاج زميلتنا رنا عواضة، سألت الناس إذا تأثروا بالعاصفة اللي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فعور، هل خوف زاد؟ خصوصا نحن بالسنوات الماضية والسابقة كنا نشوف حالات تسمم أو بعض حالات الوفاة، ولكن يرجع الموضوع وكأنه شيئا لم يكن. خلينا نشوف شو رأي الناس وعودة لمتابعة سياق حلقتنا. بعدك عم تشتري من السوبر ماركت بعد اللي سمعناه امبارح من الوزير؟ ايه اكيد. ما خوفكم؟ لا ماشي. اه
تأخروا كتير ليكتشفوا هالشيء. مواطن لازم يكون عند واحد عنده ضمير بس. قديش عنده ضمير وقديش قديش في نضيف هو لازم يكون عنده. بشتريها من مطرح معين مش من مطارح عامة. بس هي واقفة بس على اللحم والدجاج، ما كله مجوي بهالبلد، كل شيء مجوي. مشاهدينا رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني، من بعده رح ندخل إلى جوانب القضية بشكل مفصل أكثر خصوصا لناحية المواطن. بعد الفاصل رح نشوف فضايح كبيرة ممكن بحال أي كاميرا دخلت إلى مطبخ أحد المطاعم مثل ما نحن عملنا في مطبخ أحد المطاعم في مدينة بيروت، بتكتشفوا كيف آلية تقديم الوجبات للمواطن. يعني بنشوف الوجبة بشكل أو بصورة معينة، ولكن في الخفية بيكون في يعني أشياء بتصدم. خليكم معنا بعد البريك. الفساد الغذائي يسرح ويمرح، وقانون السلامة مفقود مفقود. واقف بس على اللحم والدجاج، ما كله مجوي بهالبلد، كل شيء مجوي. هل وجدنا إرهابيين وتكفيريين في مخيم عين الحلوة أم ماذا؟ مخيماتنا ليست حاضن لهذا الفكر، وليست حاضن لأي شخص بفكر يعبث بأمن المخيمات أو بأمن الجوار. اللبنانيون شعب ما بيقول لا. قد ما يحكي الشعب ما حدا برد عليه، لا مي ولا كهرباء. عودة لكم مشاهدينا، وفي سياق هذه الحلقة المثيرة للجدل بنفس الموضوع المتعلق بالسلامة الغذائية وبعاصفة وزير الصحة وائل أبو فعور، قبل ما نكفي بالجزء الثاني من موضوعنا لليوم رح نتوقف مع ريبورتاج يكشف بعض الخبايا داخل مطبخ أحد المطاعم في العاصمة بيروت. شوفوا بالصورة واحكموا بنفسكم شو عم تاكلوا. رح بلش من عندك دكتور حسين الحسن، شو رأيك باللي شفته؟ وهل فعلا نحن بناكل أكل طعام في براز بشري في مياه مجارير؟ شفنا قلية النظافة، عم بيسوي اللحمة إيديه خالية مش لابس كفوف. شو تقييمك للي شفناه من صور عن جد مرعبة؟ وهي يمكن هلأ ما بتصير لأنه كله عم بيزبط وضعه من بعد الأزمة الغذائية اللي تم فتحها. هيدي من إيجابيات الصدمة الإيجابية اللي عملها الوزير أبو فعور. من دون شك أنه في مشكلة سلامة غذائية بالبلد مش عن جديد، من قديم وجر. بس أنت كنت بدك طريقة تقليدية لحل هذه المشكلة، إنه نروح نبلغهم وتحت الستار وبالكاميرا. لا لا مش هيك أبدا. لا لا أبدا. أنا برأيي إنه عمل المفتشين أستاذ قاسم هو عمل روتيني، يعني بالنهاية المفتش بيروح بياخد عينات بيزور المنشآت الغذائية، إذا لقى مخالفة بتوصل للقضاء والقضاء بتبعها
وهيك بتصير بحيلا محل. هلا اذا نحن عندنا شك بأداء القضاء بتابع الامور وبيوصل الامور لخواتيمها الايجابيه هيدا موضوع تاني، بس نحن لما منشهر بالمؤسسات بهيدي الطريقه ما عم نقول ان المؤسسات غلطانه، المؤسسات غلطانه، بس هيدا التشهير كانه عم نقول نحن ما عندنا قضاء، يعني بالنهايه كانه عم 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 نقفز على خواتيم الامور من دون ما نعطي فرصه لصاحب المؤسسه يحسن او او يبرر شو صار. تجارب مماثله، نعم. صاحب ملحمه النطور بعد 3 اشهر طلع الزلمه كفى، اليوم العينات اللي اخذت هي مجموعه بكتيريا عم بيقولوا تقدم على شكل شاورما لحمه. مزبوط، وبعد 3 اشهر حترجع تلاقي ملحمه النطور عم تشتغل وما حدا وقفها. نعم. اللي عم الحل هو انه يصير في تنسيق كامل بين الوزارات، لانه شئنا ام ابينا التنسيق اللي عم بيصير بين الوزارات المعنية بموضوع سلامة الغذاء منه تنسيق كافي. وإذا منطلع بتجارب أي الدول المحيطة فينا أو الدول المتقدمة عملوا هيئة وطنية للغذاء، هي بيكون فيها بيكون فيها كل الخبرات اللازمة لمتابعة موضوع السلامة الغذائية من الألف للياء، بس ما فينا نحن نجي نضوي على حلقة واحدة من حلقات كتير بموضوع السلام الغذائي. هذا اللي بدي أسأله إياه لدكتور أبو غيدة، يعني كلنا ضايعين، تضارب بين الوزارات، الهيئة مش موجودة، القانون في الأدراج، شو ممكن يصير في حال أنه لو أقر القانون، لو في هيئة، هل منبقى على هذه الشاكلة أنه أي حدا بيطلع ببلغ بيبعتوا له إنذار بينحبس بيرجع بيطلع، أم ممكن يتغير وعن جد نحن واصلين لمرحلة في حال وجود هيئة أو قانون أنه خلص تنتهي أزمة الفساد الغذائي أو الفضائع إذا صح التعبير؟ تفضلي. أنشئت الهيئة، الهيئة هي علمية، نعم. يعني فيها دكاترة وبتعتمد على مختبرات وبتعتمد على أبحاث ودراسات، يعني اذا واحد عنده ملحمه وسكرتوا له اياها وثاني يوم طلع من الحبس ورجع رجع فتحها ورجع سكرتوها، هيدي ما لها علاقه بالهيئه، هي هيئه علميه اكثر ما انه هي قضاء، ما لنا قضاء لحتى شيء بتفتح محل او بتسكر محل. هي الهيئه بتقيم المخاطر، برجع بقول بتعمل ريسك اسسمنت. هلا في دول مثل مثلا بامريكا الاف دي اي هي بتقيم المخاطر وهي بتعمل اداره على المخاطر وهي بنفس الوقت بتعمل ابلاغ عن المخاطر. يعني نحن شفناه بالامبارح شفناه مع وزاره الصحه، هو نعم. هي كوزاره ابلغت عن المخاطر وصار اللي صار. بوجود الهيئه ما بيصير هذا الشغلات، يعني ما بيصير كل وزير بيطلع بيقول في كذا 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 كذا. شو بيصير؟ شو الوزير بيصير؟ بيصير في تنسيق اكثر، يعني يعمل ديسيجن، قرار وزاري. يعني هي الهيئه بتطلع بتقول في هون مخاطر، في هون لازم تعملوا هيك هيك هيك, هيك لازم تنتبهوا، لازم كذا لازم كذا، يعني بس مش هي، مش كل واحد كل شخص كل وزاره بيطلع بيعمل يعني تصريح بيخبط على الفساد الغذائي. يعني نطنش على الفساد قبل ما انتقل لعندك، بتتوقف كمان مع ردة فعل السيد نبيل فهد اللي هو نائب سابق للسوبر ماركت وهو صاحب سوبر ماركت الفهد، شو كانت ردة فعله وشو ناطر من بعد ما كمان المؤسسة تعيته ذكر اسمه بأخذ العينات من قبل وزارة الصحة؟ خلينا نشوف تقرير سوا. معالي الوزير ذكر انه بعض اللحوم او الفروج غير مطابق للمواصفات، نحن مش عارفين عدم التطابق وين، مش معروف هل يعني هل الهفوات يلي صارت، اذا بدنا نعتبرها هفوات اللي صارت، بس هو جمل عده اخطاء وهفوات جملهم كلهم مع بعضهم مع لائحه طويله من المحلات والمطاعم، فيعني في شويه دمج للمشكله وتكبير للمشكله، مع انه كل مؤسسه او كل مطعم يمكن عنده مشكله كثير صغيره، ويمكن بالطريقه العلميه هي انه يصير في تحذير لهالمشكله، بصير في معالجه لها، بصير في بعدين انذار، بعدين اذا ما صار في تجاوب بصير في اعلان وتشهير باسماء المؤسسات، نحن نحصل على المياه من مصالح المي. عوده لكم مشاهدينا، رح بلش مع عندك دكتور نعمه.
شو رأيك باللي سمعناه؟ بدي أحكي شغلي أنه الهيئة المستقلة ليه اسمه مستقل؟ لأنه هلأ مثلاً هذا الموضوع انطرح صار كأنه تجاذبات سياسية، بنطلع من هالأشياء أنه صارت تختص بالناس، يعني هيئة مستقلة تدار بواسطة اختصاصية. الهيئة يعني تبعد الشكوك اللي صارت أنه وزارتها وبعض الوزير تحدى أكل أشطل وزير حتى ببلاد عربية راحوا على هيئات مستقلة حتى بحماية المستهلك، يعني بسلطنة عمان عندهم هيئة مستقلة كأنها دولة تنزل وبتحط أسماء وبتحط نتائج، وكل يوم بالصحيفة بتشوفوا يعني أسماء تقعد بتشوف بتقول معقول انه ممكن يصير فيه ومع غرامات كتير كبيرة، وبهالطريقة حسوا حالهم انه عم بحسنوا بطريقة كتير فعالة. نحن ما بدنا كمان انه نضرب المصالح، وبعتقد انا المستهلك منه غبي بلبنان، لانه اذا عنده ثقة بمؤسسة ما حيتركها لمجرد انه طلع عنده عينة مش منيحة، على المؤسسة او على صاحب المؤسسة يزبط وضعه بهذه المسألة، لانه وقت تكون عم تبيع انت 1000 منتج ويطلع منتج انه في مشكلة بنصلح، ما في مشكلة. بس هو اليوم الوزير رايح الى مرحلة اقفال مثلا التأسي، عم بقول بدون يتم اقفال القسم مبيع اللحومات لانه برازيلي او بالمنطقة بكل بلاد العالم. بس مثل الحج او السيد يوسف عم بقول انه هو عنده مشكلة بالفروج الكامل بس بعد ما عرف المعلومة يعني بالضبط ولحقوا تشهير يعني. هلا بعتقد هن بيمنعوا بيع بهذا المنتج الى حين تزبط وضعه. شوفي دكتورة شو صار، يعني منعونا نحن تاني يوم انه نبيع نحن الفروج كامل بفرع طريق المطار صحيح. ولكن بفرعنا الثاني سمحوا لنا نضلنا نبيع الفروج. ما طلع في عندك مشكلة. هيدي وحدة ثانية انه طب كيف انا تسمح لي بيع فخاد وجوانح وطاووق وصدور دجاج من نفس المصدر من نفس هذا الفروج وبتمنعني بيع اصل الفروج؟ ما هن هون المصداقية، هون المصداقية. انطلاع من هذا الموضوع انه انتم مكبرين يعني يعني القصة ما وصلت الى تسكير صحيح. الى الى ضرر بشكل عام. ما وصلت لا ما وصلت. الموضوع منه تشير بالعكس يعني اصلا نحن يعني نحن نشكر معالي الوزير يعني نحن هلا انقلبت القصة ايجابية علينا، تضامن الزباين معنا وثقتهم الكبيرة فينا، هول يومين ثلاثة اللي مرقوا زاد عندنا المبيع اضعاف مضاعفة. انا تليفوني معه بيها تضامن معنا في اذا بدي اقول لك انه انا اذا بدي اعمل على العاده اللبنانيه انه تضامنوا معكم اللي بيشتغلوا من عندكم. احنا زبايننا 14 سنه احنا وياهم ما صار عندنا اي خلل بيئي او صحي بالسوبر ماركت او بالمحل. هلا اذا عم يسمعك مشكله بسيطه ولا ابو فعود بده يقول الله لا يرد المواطن اللبناني. لا 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 بس هي شغله بسيطه. نحن مع معالي الوزير بهالموضوع هذا، نحن مع معالي الوزير بالتفتيش بالمراقبه باصدار البيانات التعميمات، نحن معه لاخر الخط. طيب ولكن كلمتك الاخيره او مطلبك الاخير سيد حمود تفضل. انا بعد بكرر بقول انا الوسيط ما بين المزارع وما بين المستهلك. اذا في اي مشكله بالمنتج اللي عم تعطيني اياه الشركه المورده من المفترض انه هن نروح دغري على الشركه المورده نصلح هنيك بالمصدر. طب انت الدجاج الكامل بتجيبه من مزرعه يعني من نحن وين؟ نحن عندنا مزرعه دجاج مش لنا طبعا. المزرعه اسمها مزرعه تراد. بيملكها شخص من آل تراد بيذبح بشكل يومي، نحن بنوصيه قبل بيوم بنوصيه على عدد الكميه اللي نحن بدنا اياها، بتنزل ثاني يوم صباحا مغلفه خالصه فورا، نحن بتم توضيبها بعلب تبروير محكمة الإغلاق ونحط عليها تاريخ وتنحط بقلب البرادات وبينعرض الباقي بقلب البراد اللي هو حرارته ما بين 3 و4 درجات مئوية، وبصير البيع الساعة 2 الساعة 3 بعد الظهر ما بيبقى عنا شيء أبدا أبدا أبدا. اللي أنا هون بدي شدد عليه أنه طب معقول أنا غبي لدرجة أنه أنا عندي استثمارات ملايين الدولارات بالسوبر ماركت، إجي أنا بقسم بشكل 5% من عملية تجارية تاعتي، إجي أنا ضحي بهذا القسم، ضحي بالسوبر ماركت كله وبملايين الدولارات من استثمارات لحتى أنا أأذي المواطن، معقول أنا غبي لهالدرجة هاي؟ لا بس طيب مش معقول. بس شكراً لك بس الخطر سيد. موجود كمان يعني الخطر موجود دكتور ندى بالختام. الخطر موجود. موجود نحن مع هذا اللي بنقول نعم في خطر يعني معين. خلينا نحن مش بس وزارة الصحة، يعني هي اللي حطت على عاتقها أنه عملية الإصلاح كله، البلديات، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، كلهم لازم يشتغلوا، لازم نروح دغري مباشرة نروح على المسلخ نشوف المسلخ. طيب وين الأطباء البطريين المتخصصين بالمسلخ؟ يطلب أي صاحب مصلحة من المواد الأولية اللي بيجيبها يطلب شهادة تثبت انه هي خالية من الجراثيم. هيك كمان انت على مسؤولية. على كل حال يبدو انه في فهي لا نحن بدنا ناخد الموضوع بشكل ايجابي ونتعاون كلنا سوا. طيب صدقني نحن بدنا من معالي الوزير يتوجه على مزارع الدواجن ويتوجه على مزارع الابقار ويتوجه على مزارع الالبان والاجبان، وهونيك يبلش التصليح من هونيك لحتى توصل القصة لعنا باخر المصدر مصفية 100% وزارة الزراعة كمان عندها وزارة الزراعة وزارة الصحة وزارة الاقتصاد كل الهيئات الوزارية ضمن اختصاص
وضمن كوادر مختصة هي تقوم بواجباتها. صحيح. أنا أقدر دفع الضرائب. نحن معكم. نحن معكم. هاي الضرائب اللي عم تدفعها هون عم بتروح. على كل حال يبدو أنه في فراغات معينة بموضوع الصلاحيات والآلية وكيف نوصل إلى مرحلة يكون في عنا سلامة غذائية بشكل تام في كل المؤسسات التجارية وفي كل المطاعم والفنادق. دكتور حسين عندك كلمة أخيرة؟ بس بدي أرجع أقول أنه موضوع السلامة الغذائية هو موضوع بده متابعة يومية. ما طبعا. فينا كل كم شهر تطلع فضيحة نرجع ننيمها نرجع ننطر تاني فضيحة لنقول شو عملنا. يعني بالنهاية قانون سلامة الغذاء محطوط بأدراج مجلس النواب من العام 2005، فحله يعني يرجع ينحط له شوية أولوية، لأنه لما يصير عندنا قانون لسلامة الغذاء يحدد الصلاحيات يحدد المسؤوليات كثير من المشاكل حتخف. نعم. ما حنوصل لمحل انه يكون السلام الغذائي المشكله تنحل جذريا. نعم. لانه باحسن دول العالم عندهم مشاكل بالسلام الغذائي، بس على القليله تتبلور باطار قانوني نقدر كمواطنين كمؤسسات غذائيه نلتجئ لقانون معين على اساسه. نعم. نعرف كيف لازم نتصرف. شكرا لك دكتور حسين. ختاما دكتور سناء عندك كلمة أخيرة في ما يتعلق بالجوجلة يعني وكل الأفكار اللي طرحناها، تفضلي. أنا برأيي يعني اللي صار مبارح هو كله تحت ضمن صلاحيات وزارة الصحة لحالها. نعم. يعني لما بنحكي عن سلامة الغذاء بنحكي عن سلامة الغذاء مع وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد مع وزارة الصحة مع السياسة الحكومية السياسة اللي بتحطها الحكومة لسلامة الغذاء، ما عم نحكي عن مجلس النواب عن التشريعات عن نحن لما أخذنا بقانون سلامة الغذاء المبدأ أنه نحن نحمل المنتج من المزرعة للبيت للصحن للشوكة ما بعرف، أخذنا مبدأ أنه نعمل تحليل مخاطر. صح. هدول كلهم موزعين بين كافة الوزارات. يعني اللي صار مبارح هو بس وزير الصحة عم بمارس كيان خطوة صلاحية. أولى على درب يعني الحل الشامل بإذن الله كل البلد. نعم. شكرا لك دكتور سناء، شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا بالفقرتين المخصصتين فيما يتعلق بأزمة السلامة الغذائية وعاصفة الوزير وائل أبو فاعون. نتمنى أنه يستكمل هذا الملف وبالتعاون مع كل الوزارات ومع كل الجهات المعنية وما تكون يعني عاصفة ومن بعدها تعود رياح يعني الهدوء وكل شيء يرجع تمام، على أمل أنه إذا وصلنا إلى مرحلة يكون فيها أمن الغذائي بصحة وعافية. مشاهدينا رح نتوقف مع تاني فاصل إعلاني نتابع من بعد